الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين وأصحابه الميامين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. رواه الترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري، وله غرائب يتفرد بها لا يتابع عليها. قلت: لكن يشهد له الحديث الذي بعده. وقد روى ابن ماجه في القدر نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على من كانوا يتنازعون في موضوع القدر حتى احمر وجهه، وعاتبهم وزجرهم، وأخبرهم بأن كثيرا من الناس قد ضلوا في الأمم السابقة بسبب هذا التنازع، وفتنوا وهلكوا، وأكد عليهم ألا يخوضوا في هذا الموضوع ولا يثيروه ولا يتنازعوه. هو دخول في غير مدخل، واجتهاد فيما لا مجال للاجتهاد فيه، فلنسلم ولنؤمن بأن الله العزيز الحكيم عالم بكل شيء، متصرف في كل شيء، مقدر لكل شيء، ولنعمل بما أمرنا به. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. والحديث صحيح، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وهذا الحديث يشير إلى حكمة التنوع والاختلاف في ألوان الناس وطبائعهم وخصائصهم الخلقية، وأن السر الأول فيه أن آدم لم يخلق من طينة واحدة، أخذت من موضع واحد، فلا تحمل إلا خصائص معينة محددة، بل أخذت طينة آدم من جميع طبقات الأرض، وحملت من الخصائص والصفات ما لا يحد ولا يحصى، وانتقلت إلى ذريته بهذا التنوع، بحيث غلب عنصر من العناصر على شخص، وظهر لون من الألوان فيه. وكلما تناسلوا وتوسعوا وتناولوا من مختلف منتجات الأرض وفي مختلف البقاع والأصقاع، ازداد هذا التنوع وكثر وانتشر، وكل ذلك من تقدير الله العزيز العليم. وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة، فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. رواه أحمد والترمذي. حديث عبد الله بن عمرو موافق لحديث أبي هريرة، إذ خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: جف القلم بما أنت لاقٍ،
وقال هنا جف القلم على علم الله. وهذا الحديث يبين سعة علم الله وأنه أحاط بكل شيء علما وفرغ من ذلك وكتبه ولم يبق من الكتابة شيء. وهذا ما يعبر عنه بجفاف القلم، لا يراد ظاهر معناه بل يراد به ختام الموضوع والانتهاء منه. وحديث أبي هريرة يبين جزئية من هذه الكلية، تنطبق عليه هذه القاعدة كما تنطبق على بلايين البلايين من جزئيات الوقائع. والتمثيل بالظلام والنور أمر معنوي، فالظلام بمعنى الضلالة والنور بمعنى الهدى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكنه لا يضل إلا الفاسقين ولا يهدي إلا من أناب. فالضلال والهداية أمران مترتبان على سبق الفسق والإنابة من العبد، وهذا من قدر الله وذاك من قدر الله، ولكنه لا جبر ولا إكراه، فهما يكونان عن عدل الله ورحمته وتيسيره. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال تعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة إنما تدل على معنى الخيار للإنسان، فليس هو مجبرا ولا مكرها ولا ملزما ولا مسيرا، بل إنما هو مخير، لأن الله عادل لا يمكن أن يظلم عباده بأن يفرض عليهم شيئا ويلزمهم به ثم بعد ذلك يطالبهم بالابتعاد عنه. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيف يشاء أو يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب كريشة بأرض فلات يقلبها الرياح زهرا لبطن. رواه أحمد. وبهذا المعنى يشرح حديث أنس وحديث أبي موسى، فلم يسمى القلب قلبا إلا لتقلبه، وتقلبه وحركته الدائمة ليست مادية فحسب، بل هي حقيقة معنوية أيضا، فمن هاجس وخاطرة وشعور إلى أخرى إلى ثالثة ورابعة، وهكذا يستمر القلب في حركته الشعورية، وما يرد عليه من هموم وهواجس يحتاج إلى الرعاية والرقابة والتعهد والدعاء أن يثبت صحيحا معافا على الإيمان، وأن يتصرف ويتقلب ويتحرك على الطاعة والعبادة. فالقلب لا شك أنه يتقلب، ولتقلبه هو يجري أو يحرك الدم حتى يصل الدم إلى العروق، فإذا القلب مضخة، وهذه المضخة إنما تعمل مع الدم مثلما تعمل المضخة مع الماء، هذه الناحية الطبية الجسدية المادية. ولكن هنالك معنى آخر في القلب، وهو معنى الإيمان والشعور والوجدان والمعاني والحقائق. فالقلب يتقلب من هذه الناحية أيضا، فيمكن أن يميل إلى الكفر أو إلى الإيمان أو إلى الشرك أو إلى التوحيد أو إلى التقى أو إلى الفجور. فإذا لابد
من أن يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى بأن يثبت قلبه على الإيمان وأن يهديه سبيل الرشاد وأن يكون هذا القلب موصولا بالله تبارك وتعالى. لا شك أن الإنسان في حاجة دائمة إلى الإنابة إلى الله تعالى وإلى دعاء الله تبارك وتعالى وإلى عبادة الله عز وجل، وأن يعرف أنه ليس هو المالك وإن كان هو المخير في اختيار أموره، ولكنه في نفس الوقت ليس المسيطر وليس له السلطان، فلا بد أن يعترف بعجزه وعبوديته وأن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، وأن يرى أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. والله تبارك وتعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا لا بد من العياذ بالله عندما يشعر الإنسان بأي وسوسة شيطانية أو بأي أمر أو هاجس شيطاني أو مما يخالف الشريعة الإسلامية، فينبغي أن يلجأ إلى الله ويستعيذ بالله ويعتصم بحبل الله ويدعو الله، وأن يلجأ إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة. وينبغي على كل حال أن يكون الملجأ والمنجأ الله، أن لا يلجأ إلا إلى الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.